خلينا بقى ننتقل بعد كده، وحاجة مش جديدة ومش كلام هنسمعه مثلا لأول مرة، لما نيجي نتكلم إن في أمهات يعني من نوع خاص جدا بيكونوا كده عنوانهم عنوان للتحدي والتضحية وللعطاء كمان بشكل كبير. يعني بنشوف دور الأمهات دي في حياة بقى ولادهم تحديدا، بس مش الأولاد يعني أنا بتكلم عن اللي هم أولاده من ذوي الهمم تحديدا اللي بيكونوا عايزين رعاية مضاعفة. يعني ولو اتكلمنا كمان وربطنا ذوي الهمم بالأبطال الرياضيين هنعرف بقى هنا قد إيه الجهد اللي الأمهات دول أكيد بيبذلوه. يعني حاجة في منتهى الاحترام، حاجة تستحق التقدير، حاجة تستحق الإشادة. خلينا نروح نشوف كده التقرير التالي، هو تدريبات ذوي الهمم في السباحة بالنادي الأهلي تحديدا، وإحنا روحنا والكاميرا بتاعت 10 الصبح في الأهلي كانت موجودة وقضت يوم كمان معاهم. خلينا نروح نتابع كده ونشوف لقاءات كمان مع أمهاتهم ونرجع نكمل. حياتنا كلها بتتأثر، البيت اللي عنده الطفل ولد من ذوي القدرات الخاصة بيت كله بيبقى محور حياته هو الولد. عندك تدريبات سباحة، عندك جيم، عندك كاراتيه، في مدرسة، في تخاطب 100% التدريب والرياضة بحد ذاتها لأولادنا استفادة طبعا لا يعلى عليها. الرياضة لأولادنا بالذات دي ما توقفش نهائي. طبعا مجهود ممتد بس يعني الحمد لله ربنا بيقدرنا، يعني احنا بنشتغل في البيت وبعد كده بننزل التمارين ونرجع تاني ونروح، هو في الجامعة كمان فبروح مع الجامعة وبنرجع، لكن الدنيا جميلة يعني مفيش مشكلة، يعني العقل السليم في الجسم السليم، فبالتالي الرياضة من الحاجات المهمة جدا. وبعدين النادي الأهلي، أنا يوسف بطل مثل مصر في الإمارات في إيطاليا والحمد لله كله ميداليات ذهب، أحسن رقم باك في مصر، فطبعا نتيجة التمارين عاملة شغل حلو كمان صبة في حتة تانية اللي هي التعليم. أي رياضة بتنظم يوم اللاعب وبتخلي يعني يخليه نشيط وبتخلي اليوم كله مظبوط، لان احنا بنرتب مواعيدنا على التمارين فتبقى اليوم كله مترتب صح. يعني هو الحقيقه انا باجل اي حاجه بخصوصي انا عشان خاطر تمارين رانا، والتمارين هنا منضبطه بصراحه وفي مواعيدها، وكاست الحقيقه الجهاز الفني بيبذل كل مجهوده لان الولاد يتفوقوا، وانا من خلال تليفونك بشكر كابتن عجمي والجهاز الفني كله، الحقيقه ربنا يبارك لهم، بيرعوا ربنا في اولادنا، فان شاء الله ربنا يكرمهم في البطوله المره دي. والله احنا اولادنا يعني الحمد لله بيلتزموا، يعني ممكن الصبح انا اكون موديه فتنس ويجي بعد الظهر ينزل السباحه، بيبقى مبسوط جدا، وطبعا بمساعده النادي يعني بمساعده المدربين وحبهم للمدربين والاداره بتاعت ذوي الاحتياجات بيحبوهم فبيحبوا انهم يجوا. والله هو التدريبات مهمه قوي للولاد اللي زي عبد الرحمن، عايزه اقول لك انها بترفع مناعتهم حلوه قوي قوي وبترفع كفايتهم الذهنيه حلو برضو، بتساعده في كل حاجه. انا بقى اوفق ازاي دي شغل شقلباظات صعب انك تتوقعه، يعني تقدر تقول ان احنا الحاوي طول النهار ما بين شغلي وما بين البيت وما بين اخواته وما بين وما بين وما بين، بس ربنا دايما بيسهل الامور معاهم، يعني تلاقي الدنيا حلوه. يعني والله هي التدريبات بتساعد عبد الرحمن، بتفتح له مجال اكبر وبيبقى سعيد وهو بيهم، وبتخليه ان هو يحس بنفسه اكتر وبتديله بثقه في نفسه، وانا طالما هو سعيد وبيتقدم انا ببقى سعيده طبعا، يعني بحس ان مجهودي وتعبي كله كانه لم يكن. السباحه بصراحه بنظمت وقته جامد يعني وكده، فبتبقى عمليه نظام بيبقى عارف اللي هو هيجي التمرين، بيبقى فرحان جدا هو جاي الصبح طبعا هو جاي للتمرين. الحقيقه انا ما بشتغلش، بس هي لينا بتروح المركز التدريبي يعني في الجامعه الالماني، بتروح من 8 الصبح بترجع الساعه 3، التدريبات في النادي بتبدا 4، فبتيجي بعد الجامعه على طول بتيجي على النادي بتخلص تمرينها 6، فبيبقى الحمد لله اليوم منظم. يعني انا عايز اقول لك بقى حاجه، ان سلمى في ثالثه جامعه كليه اداب عين شمس، هو مشوار طويل والله ما لك الحمد، يعني ربنا الموفق يعني، وان شاء الله يعني ربنا يقدرني واخليها ان شاء الله احسن واحسن، وبنوفق الحمد لله، يعني بنعمل امتحان الترم وبنيجي نعمل تمرينات وبنروح وبنصحى من الساعه 7 الصبح وكل حاجه الحمد لله.
بس انا انت طيبه وربنا يخليها لك. شكرا شكرا ماما يا امي. كل سنه انت طيبه. عايز اقول لماما كل سنه انت طيبه يا امي. تحبك يا ماما. كبس ماما. انا عايز اقول لمامتي حبيبتي اقول لها هقول لها كل سنه كل سنه وانت طيبه يا امي يا ست الحبايب. كل سنه امي كويسه. قد اوس طيبه. تحول لك سنه وهي طيبه وفرحانه قوي وبحب امي كتير قوي. سنه انت طيبه يا ماما بالست الحبايب يا حبيبه.